يخليك ما تخصوش كاش خدام؟ لا هذه الساعة ما نحتاجوش خدام. مسكين بابا لحق دالته جابوه برا. 1930 ألف فرنك. غدوة إن شاء الله الصباح تكل على ربي. كلها وسعدوا. ما ننسى دي ما زالوا راقد. آه يا يما خلي البير بخطه. إلا راك حاب تنجح. إلا قدش طعنا نرعدك. دي بنت واعر أخو حاجة ما تخفى لك. مع من طحت. نعرفك مليح خويا. صح واش راك تشوف ما جاش بالسهل يا فؤاد. لا حول ولا قوة إلا بالله. وقيلا فرج عليا ربي ولقيت خدمة. كل شيء مغلق في وجهي. تقول لك رحت نحوس القمر في النهار. هاد الحكاية خمجت لك مخك. علاش يا بابا علاش؟ فسدت سيرتو يا إما. وتعرفي واش راه حاب يدير؟ حاب يبطل قرايتو. ما يحب لكش الخير. علاش ضيعت روحك وضيعتني معك؟ إن شاء الله ما يكون غير الخير أبدي. الوقفة ديالك هادية ما نساهاش طول عمري. خسارة عليك خويا العزيز. لا غراني لهنا. نعرف اسمك ونعرف بزاف حوايج عليك. دير فيا كونفيونس خويا. يما عندها الحق. كمال انت ثاني ما حبيش تفهم روحك. صار هكذا يا اختي. جيتي من جهه انت ثاني. وانتم ما تفهمتوا على راسي. يا وليدي انا ما حابه غير صلاحك. انا يماك وما نحب لك غير الخير. هيا قول لي فرحني كاش ما لقيت. شوفي يا يما هبلتيني بالهضره هذه. ملي تنوضي وانت يا غير الزواج الزواج الزواج. هضري الصح. هاكي حابه نجيب لك وحده باش تونسك يا بصح. إيه؟ عندها الحق يما. وحده تونسها وتونسك. سبحان الله هذه هي الدنيا. بصح راكي تعرفي الاوضاع يا اختي. لو كان عندي ما نقولش لا لا. انا قد النهار يفرج ربي العالمين ان شاء الله ونكون متول هذاك الوقت ربي يعمل تاويل. يعني انا ما عنديش بزاف من اللي حليت المكتب ياك ودراهم تاعي كامل رميتهم في المكتب نتاعي. هذا وين فرج ربي وجاتنا قضيه. مبروك عليك يا خويا ان شاء الله بالربح. ان شاء الله نفهمك ربي. واش نقول يما ادعي لنا هكذا باش نهار ثلاثه نربح القضيه نتاعي ان شاء الله. يما هنا عنده الحق ادعي. صار هكذا راكي وليتي من جهته. انا نقول لك صح صح. ملي دخلت الجامعه وانا ما حبيتش تولي بوكاتو. حبيتك تولي طبيب شيعه وشبعه. اسمعي يا يما في زوج ملاح. الطبيب يداوي الجراح والمحامي يعالج القراح. والله دخلنا في واحد الموضوع نسيتيني كامل. نسقسي اختي جميل واش راه عمي عيسى واش راه فؤاد البنات واش نقول لك يا خويا واش كاين غير الخير. عيسى عيسى واش به وصرال واش صرالو حبسوه من الخدمه مسكين. صار عليك يا اختي هذا وين تهضري نسيتي بلي عندك خوك. عمري ما نسيت لي عندي خويا العزيز. صح ذكر أنا لاباس الحمد لله. خويا نوض توصلني راح الحال. هاي نوض وليدي روح وصل اختك. وانتي ما تقلقيش روحك. فؤاد غدوان جي نهضر معاه. فؤاد واش كاين تاني فؤاد واش دار غير الخير. زاد هم على هم. بطل قرايتو. شوفي يما فؤاد خليني انا نتفاهم معاه. خويا نوض توصلني راح الحال. يما نخليك وانت هلاي في روحك. ايه روحي يا بنتي وما تنسيش تسلي لي على عيسى والبنات. نوض نوض وصل اختك وليدي. استغفر الله. ويماكم مازال ما جاتش؟ مازال. بابا ما تقلقش هيتنا فخلو يوصلها. الخير عليكم. واش عشا واجد اني ميت بالشر. منتظرك وانت الحق. وين كنت؟ كنت في لافا كنت نقرا. جوز دريح عندي هدرة نهدرها معك. ماله انا بابا غير الخير. اسمعني مليح يا فؤاد يا وليدي واش رايح نقول لك. هذه نصيحتي ليك. رد بالك على قرايتك. اقرا اقرا اقرا. هذا هو المستقبل تاعك. انا الله غالب زوالي. ما عندي حتى حاجه نعطيها لك باش تدفع روحك في هذه الدنيا. اما يا وليدي
فرحني وفرح روحك وقرا، والباقي خليه لي ليا انا، انا ندبر راسي، ما تدخلش روحك. المصرف نتاعك يجيك كيما بكري كيما اليوم. ولا حب ربي يا بنتي، راني لقيت خدمه وغدا ان شاء الله نبدا نخدم. كلش مبروك بابا، انت على حد فرح ماما اللي ما يروح للزعف. هذا خبر شباب. واش راح تخدم ان شاء الله؟ نخدم في قهوه. قهوه؟ ايه قهوجي. صح يخدم، الخدمه تكون شريفه. قهوجي وعندك انت هذه خدمه؟ علاش يا وليدي، واش به القهوجي ماشي عبد؟ دير مليح في بالك بلي كل خدمه شريفه وخدام رجال سيدهم، وانت عمرك ما تحقر لا الخدمه ولا الخدام مهما كان، قهوجي ولا حاجه واحده اخرى. راني فهمت، احشمت باباك اللي رايح يخدم قهوجي، جاتك عيب. بابا ما قلت لكش عيب، انا على البليس وش بيك هدايا؟ بصح كاين خدمه من خدمه، وانا جاب لي ربي خدمه الدل ما نحبهاش. كيفاش؟ ولا على كبرك تخدم على الناس وتحمل دم؟ دبر راسك، انت اللي حبيت يا ولد. ولي لهنا ارجع. طولت لسانك، طول لسانه يا بناتي، ارجع الجو بناتك. خلاص بابا ما نبغيش الشوم يهضر. كيفاش حبيتوني ما نتقلقش يا بناتي؟ كيفاش حبيتوني ما نتقلقش؟ هكذا ربيتوني انا، ربيتو على الدين والطاعه. لا حول ولا قوة إلا بالله. ودرك يا بنتي حسبني يا ذري صغير، نرضع في صباعي باش يجي يوريني واش نخدم أنايا. بابا تعيش، هذه تأخير الزمان، لقيتها في البنات وماشي في الراجل. لا حول ولا قوة إلا بالله. قل لي يا دكتور، زاد عليه الحال؟ حدث له ارتفاع مفاجئ في الضغط. ما فهمتش واش يحب يقول. يعني الحالة اللي راهو فيها نتيجة قلق وإلا زعاف، وهاد الأمور كلها مش مليحة لصحته. سي طبيب ما تعطيلوش الدواء؟ لا، يشرب اللي عنده ومن بعد نشوفه. راك تسمع، شفت كي ما تسمعش الكلامي ها؟ يا دكتور راه مهبلني، ما يحبش يشرب الدواء. أنا حرت كيفاش نعمل، راه يتزهزا بصحته. مدام لازم توسعي خاطرك معاه. هذه هي حالة المريض. شكرا يا دكتور. العفو العفو. سي سليمان لازم تسهر على دواك، تشربه في وقته، ومنوع لك الزعاف وإلى القلقة، هاك تعرفوا وين توصل هذا. هاي الحمد لله اللي عدت بخير. فؤاد وين راك تخمم؟ راك مع اخوك، انت قبرك حاجه ما تخصك. راني كاره يا اخو، دوست مع الشيخ. جيك في بالك على كبرو طيح بروحو يخدم قهواجي؟ واش راك تهضر فؤاد؟ راك منيح من راسك، هذاك باباك تحب ولا تكره الوالدين ما يتغيروش. سمح بيقول كلمه كاين والو، نغلق فمي ونسكت. البارح بابا كان بقدره وبقيمته، واليوم ولا قهواجي، راح كلش. الناس طلعوا، هو والله غالب بالي فوت وقته. انت اللي مازالت الحياه كل قدامك، خذها من عندي. انا راك حاب تنجح ودير تاويل، انسى المشاكل تاع العائله، خمم في نفسك. وقالك نبدلو جهة. عندك الحق، مما أنا تقلقت، بصح كاينة حاجة، حطوني في الدار نفري واحد شغل ولحقكم. ما يكون غير خاطركم. أي يلا سير. أوه عمي عيسى.
حلا كمال. واش راك يا عمي عيسى؟ واش راك؟ لاباس بخير. لاباس سالك بخير الحمد لله. ريح ريح. الله يسلمك عمي. الله الله طولتها علينا هذا الخطره يا سيدي. عندك الحق والله راني مخطي. بصح راك تعرف حك تعرف الوقت والشغالات و... ربي يعين ان شاء الله. ربي يعين. الوقت رجع صعيب صعيب. قل لي والحاجه واش راهي توحشناها؟ والله راهي لاباس. وشنو راك تعرف كبر شويه. استحفظ عليها برك. استحفظ قد ما تقدر. الدعاء تاع الوالدين راهو يلحق. وهذه حتى توصيني يا عمي عيسى. شوف انا كلش كلش والحاجه ما تلعبنيش بها يا عمي عيسى. خلو نروح نجيب القهوة. ما كان لا تشقي روحك يا عبير. ريح يا حفمي بلاصتك. القهوة في هذا الوقت راكي تعرفي لو كان نشربها انا درك ليل كامل وانا سهران. تعشيتو ولا مازال؟ وخوك مازال ما دخلش؟ تعشينا ماما. وليدك ملي خرج مازالش دخل. وليدك يا مدام كبار طوال رجليه طول لسانه وعاد يزعف باباه يبلق فيه عينيه ويحكم طريق ويخرج للزنقة. ما تعندوش سحفه يا اخي. تعرفه هو شويه مقلق. ويتقلق على خطر باباه لقى خدمه. صارت خدمه. مبروك عليك يا عيسى. الحمد لله يا ربي. انت تحمدي ربي كي نعم عليا بخدمه. بصح هو العكس. يا زعف على خطر باباه رايح يخدم قهواجي حشم بيه. قهواجي يا عمي عيسى ما فيهاش عيب. وش بيك؟ خدام رجال سيدهم. شوف فؤاد خلي عليا انا. انا نعرف كيفاش نهضر معاه. وغدوه ان شاء الله راني نجي على جال. ان شاء الله ان شاء الله. هكذا ما تقلقش روحك يا عمي عيسى. ها انا هذاك هو مبقيكم على خير. مازال الحال خالو وينك رايح؟ يا لالا عبير خدام الصباح بكري ما نقدرش. هذاك هو. ها والله غير هذاك الهم من السنه باش نعرضك للعشاء. ما فيها والو ما فيها والو يا عمي عيسى. راك تعرف ان انا لازم نتعشى مع الحاجه. ولا شوف ان شاء الله نهار تقيس الشهريه تاعك الاولى نديرو فيها زرد. ها ان شاء الله. واش رايكم؟ ها نجيبوا الحاجه ونكونوا كامل هنا ان شاء الله. ها هيا داك هو. السلام عليكم. صباح بالسلامه. يبقاو على خير اختي. السلام عليكم. بسلامه. على خير. تهلا في روحك. خصكم هنا؟ على بالك المجد لا غير مرقناها يا كيفاش رايح ندخل الدار انا؟ ندخل هكذايا؟ ها؟ كاش منها؟ لا غير عيب. عيب كبير علينا واش رانا نديرو؟ انت مو عندك اللي يخمم عليك. ماشي كي حالتي تقولش عايش وحدي. بابا اونديكابي غلق على روحه في البيت نهار كامل ما يهضر مع حتى واحد. خويا همل في الغربة ما عندنا حتى خبر عليه. ويما قبيحة قبيحة تحب غير دراهم والحطات ما على بالها بحتى واحد. وانا اللي كنت حاسبك عايش فور حاجه ما خصاتك. الله العظيم غير عن بالي مهني يا اخو عايش لا غروند كلاس. ما تغلطش روحك. صح الدرهم كاين كي شتو. صح الهنا والحنانة ما يتشراوش. اسمح لي اخويا المجد ما قصدتش نجرحك بكلامي. ما دير والو في بالك. ربي عطالك من جهه ونحالك من جهه. عطالك عائله تخمم عليك وتحبك. ماشي كيما انايا. احنا انا عمري ما ذقتها. كل شيء فوتخو. سمع شرب في خاطر الحنان. اشرب في خاطر العائلة.
وين راح الطفل هذا؟ وين؟ وين؟ استغفر الله يا ربي يا ربي، الطف يا ربي، الطف بوليدي يا رحمن يا رحيم يا سماع دعوة المغبون يا ربي، احفظه يا ربي، احفظه يا الله، احفظه يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي. بدتني عيني، كنت نستنى في فؤاد ليل كامل. يا دراش من ساعة دخل، واش من ساعة دخل؟ ذكرت شفته في بيته ما لقيتوش. وليدك عادي بات في الزنق يا جميلة. الطفل هذا راح يهبني يا عيسى. واش قتلوا البارح؟ علاش عيطت عليه؟ علاش يا عيسى؟ ما عيطت عليه ما والو يا مرا، انا علي بليس. بالعكس، هو اللي حمق معايا وبلغ في عينيه، خبط الباب وخرج وراح. لا لا توصلوا، ماشي حق عليه. يا عيسى دعي معايا، ربي يهديه ان شاء الله لطريق الصواب يا ربي يا ربي. امين يا ربي امين. انا راح عليا الحل، نبدا الحويجه وراح نخدم على روحي. استنى عندي لك قهوه. لا 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 ماهيش قش، نشربها في الخدمه ليها. شتخرج صايم؟ وراح يكمل رقدك في بيتك. ندبر راسي كيما تحب. واتكلنا عليك يا ربي. مشي بسلامة وربي عاونك. فايتين الخلا المجد مجد نوض نوض كاش منها نوض نوض عم يستناو فيا في الدار، لازم ندخل للدار انا. نوض كمل نعس كيف فراشك. نوض انت عندك اللي يعوس عليك، روح زيد شويه ونجي. روح ما نروحوش كيف كيف، شويه هكا روح اخويا كيما حبيت. خف روحك شويه، عم جايين المشتري. مالي وجد لي كيسه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا زي أخويا الله يستر. مالي ما سمعتوش؟ قال لك قهوة مزيرة. هاي جاية. يا خف روحك، خف روحك. حاضر حاضر. خف روحك شوية. صباح الخير. هذا وين دخلت؟ وين كنت؟ وين بت البارح؟ وين بت البارح؟ وين بت البارح؟ بت مع واحد صاحبي كانت عندنا قرايه وما على باليش كيفاش جاز الوقت. وكي طولت شدني بات معاه. شوفه باين تاع صاحبك
وشكون هاد الحنين اللي خمم عليك وخاف عليك واش تكتبات عنده؟ بركة بركة غير هادي اللي ما تدخلش في الراس. الله ما تحشم، حرام عليك، ما قدرتش حتى تشد التليفون وتعيط. ما خممتش على يمك مسكينة، بيت الليل كامل وهي قاعدة قدام هذيك الطاقة تستنى فيك. وباباك بيتي تغشش شي حقالك، نتايا ما على بالك بوالو، بيت تقصر مع صاحبك وجي دروك تحوس تقلع عليا الحوت. صح يا لالا صح، سمع لي صوند مورال هذه وحده اخرى مع صباح ربي. لوكات راحي توجدي لي قهوه ماشي خير. الله يهديك، في عمرك تحوس تفرح والديك راك تحصي فيهم، قاعد لهم غير همك. صباح الخير. واش ديري الحمى؟ مالي ما تطوليش، ما يكون غير خاطرك. صباح الخير. ابا وين بت البارح يا سي فؤاد؟ لي هذا العجوز جاوبني، وين بت البارح؟ ما بت مع صاحبي راح نخدم معه، كان يفهمني على الخدمة وكبطينا شوية عرضني مبات عنده. بصح لو كان تشوفي دار بوط عرضيك صار. أنا ليل كامل ما نمتش عيني نخمم عليك كاش ما صرالك بعيد الشر، وانت بيت تضحك وتلعب ومش جايب خبر. وين بت البارح يا القلب الفرح، يعطيك الصحة. يما علاش تخافوا عليا هكذايا؟ ها واش كاين؟ ياك راني راجل ولا لا؟ يا طفلنا على البليس، وكيما نخممش عليك انا شكون اللي خمم عليك؟ يا يما بليس الله يلعنو يخزيه، بصح واقيلا جاب لي ربي نتوما ما تحبوش اللي يخمم عليكم. انت اللي ما راكش جايب خبر، راك هاردها من كل جهه. لو كان يسمع باباك ماشي تجيه سكتة قلبية، قول ما تخممش عليه شوية. الشي اللي راني ندير فيه كامل على جالكم، ما حبيت لكمش معيشة الدل والميزيرية اللي راكم عايشين فيها دوكا. أنا عييت معك خلاص، من أول فوق نحطك في يد خالك كامل وهو يدبر راسو بيك، هذا ما كان. يا إما علاش؟ علاش راح تشكي لخالي كامل؟ علاش؟ ها؟ علاش راكي معايا هكذا؟ يرضي عليا يا إما علاش؟ ردي عليا ودعي لي ان شاء الله ربي ينجحني في خدمتي. الله يهديك يا وليدي، الله يهديك. راني خارج ما نطولش ونولي. بالسلامه، ما تنساش تدخل بكري، خالك نحب يسيبك هنا. ما عندوش بزاف من اللي دخل، بصح لو كان تشوفي الحاله اللي راهو فيها يا لالا تقولي كان بايت تحت القنطره. سكتي ناس بحربي، هكذا تهضري على سيدك ما تحشميش. تسمحي لي نحن نوجد له القهوه يزيد يسود لي سعدي هو تاني. اي روحي روحي لشغلك. صباح الخير. صباح الخير. توات محوس عليا. حوس عليك موسى، اتقلق كيما ظهرتش. وانا كذبت عليه، قلت له بلي راك مسافر. قل لي يا وليدي ما تبدلش هاد العوايد الفاسده اللي راك فيها. ها حجبتك هاد السيره اللي راك فيها اللي يجيبو النهار يديه الليل. سعاد القهوه.
ناري اللي صدرجت في خيام ولا قصور هيفا مصغورة العوام سلري مجوانا صح عيسى نعم أربعة نقصك ولا أخويا لا لا صح بالصحة عليك عيشت فكاري نعم تفضل بعد ما يظهر لي ما يغور مشارة تفضل واش ما عيتش الخدمة تعيش الراحة هي اللي تفشل البنادم كلام سواء قولي عجبتك الحالة هنا الحمد لله الخدمة هي خدمة يعطيك الإنسان يكون مع ناس هايلين ويربح خبزته بالحلال وهذا ما كان قام وليدو دقيقة باين عليك رجل طيب وتخدم على شر بارك الله فيك أنعم روح روح الله يعاونك صحيح لالا سيدي حبي يروح للطبيب واش رانا اليوم رانا التنين صح هما نقولي لو دوك يجي المجد يديه تاخدي رايي غير ما تكليش عليه ياك تعرفيه واش كاين ما حبيت نقول والو لالا يتسمى شغالاتو بزاف وما عندوش الوقت ايما لا يروح مع الشوفير لالا وبعدك يروح وحده مع الشوفير اي معلش دوك نروح نديه على سوا سعدي.